ولنقاش آخر تطورات المشهد في بغداد والمحافظات ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. كما ينضم إلينا من إسطنبول سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، نرحب بكما معنا في هذا النقاش. ونبدأ مع ضيفنا الأستاذ عبد القادر النايل عبر سكايب من عمان، ونسألك عن هذه الاستجابة الكبيرة التي سجلت اليوم في مختلف المحافظات حول الاعتصام المدني والإضراب العام من مختلف الفئات الاجتماعية. اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما انه الانتقال في الحراك السلمي الشعبي للمتظاهرين في العراق لثوره تشرين العراقيه مؤكد واخذ انطباعات كثيره وتحولات مهمه في تاريخ هذه الثوره التي تريد استعاده وطن من طغمه فاسده ومن احزاب تبعيتها الى الخارج، لا سيما في مقدمتها ايران. لذلك اليوم الإضراب كان ناجحاً بنسبة كبيرة تماماً، وهذا النجاح يعكس تصميم الشباب العراقي ومن خلفهم الشعب العراقي الداعم لكل تطلعاتهم في استعادة الوطن. اليوم العراقيون يتفقون جميعاً، وهذا الاتفاق حقيقة مبصوم بالروح الوطنية التي حافظت عليها ثورة تشرين باستعادة الوطن من تلك الأحزاب ومن تلك الهيمنة التي أودت العراق إلى مستقبل مجهول وانحدر فيه جميع من ابتداء من سيادته إلى موضوع استقلال البلد إلى موضوع مصالح الشعب العراقي. وهذا حقيقة يؤكد على الإصرار الكبير اليوم حقيقة الوقفة الكبيرة لأيقونة الثورة العراقية هي للمرأة، سواء كانت طالبة أو سواء كانت المرأة في الناشطة في المجتمع المدني، وحتى يعني حقيقة كبراء السن من النساء أبدًا مواقف كبيرة. اليوم لا يمكن اختزال هذه الثورة إلا بصفحات مداد التنوير، وتكتب لها النجاح بعون الله. أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك سيد عبد القادر بعد قليل. أذهب إلى ضيفي من إسطنبول عبر الهاتف الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أتساءل وإياك أستاذ مصطفى عن التفسير لإقدام المتظاهرين على تمزيق صور الكثير من الشخصيات الدينية والسياسية من قوى العملية السياسية في حاضناتها الشعبية، مثل ما حدث اليوم مع صورة زعيم ميليشيا بدر هادي العامري في ديالى، كيف تفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام والزميل العزيز الدكتور ناير. الحقيقة الثوار في العراق عرفوا يعني من يقتلهم ومن يسرقهم، ولذلك توجهوا إليهم مباشرة، تمزقوا صورهم وداسوها بالأحذية، وكانت هتافاتهم واضحة بالضد من هؤلاء، سواء المجرم هادي العامري أو قيس الخزعلي أو المهندس أو الخامنئي أو غيره. وبالتالي وطبعا نتذكر الشعار الذي ما زال يرفع لا مقتدى ولا هادي، كل العراقي نادي. هذا يعني يؤكد أن هذه الثورة ثورة وطنية وليست خاضعة لأي من الاعتبارات التي كانت ربما توضع أو الخطوط الحمراء التي كانت توضع في السابق. الآن تجاوزت هذه الثورة كل الخطوط التي كانت أو كل المخاوف التي كانت يعني لدى البعض عن استمرارها وعن صلابة الثوار وعن مدياتها، ولم يعد هناك مجال للتراجع فيها، لم يعد أمامها إلا أن تمضي إلى الأمام لتحقق أهدافها لإسقاط هذا النظام العميل، هذه العصابة المجرمة التي قتلت العراقيين وسرقتهم ودمرت بلادهم وجعلت منها قاعدة للإرهاب والفتن طيلة السنوات الماضية. نعم، نعود من جديد للدكتور عبد القادر النايل. وبالتزامن مع مواصلة قوى السلطة محاولاتها لتشويه الحراك الشعبي في العراق، سواء على مستوى الرأي العام المحلي وكذلك الخارجي، إلى أي مدى نجحت السلطة في تشويه هذا الحراك؟ بالتأكيد
بالتأكيد هم يسعون بكل الأجندات، لا سيما أن المكتب أو غرفة العمليات المشتركة بقيادة إيران والوجود الروسي والميليشيات الموجودة في العراق، الميليشيات الحكومية كلها كانت تخطط لغرفة هذه العمليات من خلال القتل ومن خلال ترهيب الناشطين المهمين واغتيالهم، وقد جرى ذلك، ومن خلال عملية تشويه صورة الحراك والتظاهرات والاعتصامات والثورة الحقيقية لأبناء العراق. حقيقة هم فشلوا فشلا ذريعا كما هو الحال في عمليات القتل الممنهجة، لن تميت روح الصمود والإصرار على استعادة الوطن. ولذلك حقيقة هذا الفشل بالتأكيد تزامن مع إصرار المتظاهرين على سلميتهم، على وجودهم، على بث كل ادعاءات هؤلاء الذين يريدون تشويه صورة الحراك وصورة هؤلاء العراقيون الذين يستعودون وطنهم. لذلك الرأي العام فهم القضية والرأي المحلي، وكانت هناك حقيقة لوسائل إعلام عراقية أيضا لها دور، والإعلاميين لهم دور في عملية مواجهة تلك الأكاذيب نعم. التي ساهمت وتريد أن تساهم في تشويه سمعة الحراك وسمعة المتظاهرين عبر بثها الواقع الحقيقي الميداني لسلوك وتصرفات المتظاهرين، وكيف هم بطريقة حضارية استطاعوا أن يعيدوا في ساحة التحرير على سبيل المثال نفقا مغلقا من 16 عاما، وزينوه برسومات حقيقية تبهج وتسر الصديق وتغيظ العدا. لذلك المتظاهرون أيضا يفهمون أن ميليشيات هادي العامري وميليشيات الخزعلي وغيرهم هم أعضاء في عمليات القتل الممنهج لهم. لذلك اليوم الصورة متضحة تماما لكل الشعب العراقي نعم. بطريقة واضحة، وحتى هناك أطراف موجودة ربما داخل الحكومة وأطراف شعبية داخل الأجهزة الأمنية كشفت للمتظاهرين وللعراقيين أسلوبا واضحا كيف يتم عملية قتل المتظاهرين بأسلحة إيرانية. دعنا نتوقف هنا سيد عبد القادر، نتوقف عند قضية مهمة أيضا. هناك حملة كما تعرف أستاذ مصطفى، حملة قمع وبطش متصاعدة في الناصرية، حيث كانت حصيلة أو حصة المحافظة من الشهداء أكثر من 50 شهيدا ومئات الجرحى. لماذا التركيز على الناصرية بعينها؟ الناصرية عندما ثارت ضد هؤلاء كانت ثورتها قوية وواضحة، ولذلك لم يتوقع هؤلاء المجرمون الفعل الثوري من أبناء هذه المحافظة العراقية العزيزة، ولذلك قاموا بهذا القمع وهذا الإرهاب. الحقيقة هو ليس قمع، هو إجرام وإرهاب، يعني أسفر عن قتل هؤلاء، عن استشهاد هؤلاء المواطنين، وأسفر أيضا عن قتل عدد من المجرمين الذين يعني أطلقوا نيرانهم على الثوار. و يعني نتذكر ما حصل في تحديدا في قضاء الغراف وفي الشطرة وفي غيرها وفي المدينة نفسها. نعم. نعم. نعود لضيفنا أستاذ عبد القادر. كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق دقت جرس الإنذار وحذرت من تصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف سواء للمتظاهرين والناشطين أيضا في التظاهرات. إلى أي مدى يمكن القول بأن الاغتيال والاعتقال هو السلاح الوحيد المتبقي اليوم بيد السلطة لمحاولة إجهاض هذا الحراك وإرادة شبابه؟ من المؤكد تماما هذا هو الخطوة الأولى التي تم الاتفاق عليها في غرفة ما يسمى غرفة العمليات المشتركة التي تدار من قبل إيران في العراق، أنهم أمام عملية قتل وقمع التظاهرات، وهذه الخطوة هي التي لا زالت سائدة ويخطط لها الإيرانيون وينفذ لها الميليشيات، وهناك تواطؤ لدور روسي فيها أيضا. بالتالي عملية القمع هو الخيار الذي اتفقوا عليه. تنوع عملية القمع يبدأ من خلال بدءا من استخدام الغاز والرصاص الحي ضد المتظاهرين ووقوع أعداد كبيرة أصبحت بالمئات والآلاف من الجرحى، وهناك 4000 حالة حقيقة وصلت إلى إنهاء عضو في جسد المتظاهر. لذلك عمليات الاغتيالات للناشطين وللذين
لهم دور بارز في عملية ساحات التظاهرات، هذا هو هدف استراتيجي في عملية قمع التظاهرات. لكن السؤال، هل تنجح الحكومة في خيارها؟ بالتأكيد عملية الإصرار وعملية أن الشعب العراقي يرد بقضية الكي بمكيالين واضحة تماما من خلال ثورة القمصان البيضاء، من خلال طلبة الجامعات، من خلال الشعب العراقي، من خلال سرعة الاستجابة للحاضنة الشعبية التي لا تملكها الحكومة. اليوم عندما احتاج المتظاهرون في منطقة السنك في جبل شهداء التحرير نوع من الفرش عندما كان هناك فردا، تداعى أهل بغداد في أقل من ساعة، وهذا يؤكد على الحاضنة الشعبية التي يمتلكونها. لذلك الاغتيالات لن تؤثر، لكن هذه الحركة الإجرامية حقيقة التي ترتكبها الحكومة وهي حرب إبادة جماعية وهي ضد القانون الدولي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ينبغي أن يكون هناك رأيا ليس حياديا للاتحاد الأوروبي حتى للولايات المتحدة الأمريكية. هذا المعيد أن يتم السكوت على اغتيالات ممنهجة حكومية، وما جرى حتى اختطاف رئيس المركز التطوير وهو برتبة اللواء، وعاطي عبد المهدي رئيس الحكومة يطالب بالإفراج عنه. نعم. يعني القضية مضحكة تماما، مبكية لما يجري في العراق. وصلت الفكرة دكتور عبد القادر. سيد مصطفى، هل هناك رابط بين التظاهرات القائمة حاليا في العراق ولبنان وتلك التي اندلعت مؤخرا ضد النظام الإيراني؟ قبل أن أجيب على سؤالك بودي أن أعقب على ما السؤال السابق الذي سألتموه للزميل العزيز الدكتور النايب. يعني هذه العصابة المتحكمة بالعراق حاولت خلال الفترة القليلة الماضية قبل المظاهرات الظهور بمظهر الحكومة المدنية الديمقراطية التي تحاول أن تستوعب الجميع، وكانت تريد أن تخدع الناس بهذا الوجه الخادع الذي ارتدته في الأشهر الأخيرة. لكن بمجرد اندلاع هذه المظاهرات كشفت عن وجهها الحقيقي، وجهها الإرهابي الذي تمارسه عمليا في العراق منذ 16 سنة، بل وبعض هذه العصابات المتحكمة بالعراق تمارسه حتى منذ مطلع الثمانينات في القرن الماضي عندما ارتكبت أعمالا إجرامية وإرهابية عديدة منذ ذلك الوقت. موضوع المظاهرات التي يعني نجدها الآن في العراق وفي لبنان وفي إيران الآن اندلعت، يعني هناك نقمة كبيرة واضحة، وهناك سقوط مريع لهذا المشروع الفارسي، مشروع ولاية الفقيه الآن الذي تجسده هذه الطغمة الحاكمة في إيران، هذه العصابة أو هذه الزمرة التي أرادت أن تتوسع وتهيمن وتبسط نفوذها واحتلالها في الحقيقة للعواصم العربية. الآن هذا التوسع وهذا الامتداد أصبح محل رفض كامل، ليس في العراق وفي لبنان، وطبعا رأيناه في اليمن وفي سوريا أيضا من قبل، لكن أيضا في داخل إيران. هذا المنهج الاستعماري التوسعي الإرهابي أصبح عبئا حتى على الشعب الإيراني، وأصبح يثقل حياة الشعوب الإيرانية بمزيد من الصعوبات التي ترافقت طبعا مع العقوبات الدولية المفروضة على هذا النظام المجرم. ولذلك نجد انتفاضة الشعب الإيراني حقيقة انتفاضة دموية وواسعة، فورا امتدت إلى أكثر من 60 مدينة في أنحاء إيران، وكانت ثورة دموية وأحرقت الكثير من المعالم النظام، سواء التابعة إلى البسيج أو المخابرات أو الحكومة أو البلديات أو يعني حتى رأينا يعني حرق لصورة خامنئي وخميني. وبالتالي هناك رفض عام لهذا المنهج الإرهابي الإجرامي التوسعي الذي أثقل المنطقة بكل كل المنطقة العربية وإيران والشرق الأوسط بشكل عام، بل وحتى امتد إرهابه إلى أوروبا وغيرها، يعني أثقلها بأعباء الإرهاب والإجرام والفتن الطائفية. وصلت الفكرة أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا لك، والشكر موصول أيضا للدكتور عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا عبر سكايب من عمان، شكرا لكما.